نقدرش نسوي المسألة دي بلعبة رمي كورة أو لعبة الليدو. كفاية بقى، دي مش طريقة لعب. لا أنا بموت في الغدا، وكمان الفسحة دي أحسن حصة عندي في اليوم. أنا كنت متضايق شوية من خلطة السلطة، الجزر كان طعمه وحش قوي. الحركة دي اسمها كروكر المتربص أو المدرس المختفي. أنا فضلت مستني في الدولاب 6 شهور، بس الموضوع كان يستاهل عشان أمسك الجنيات. بس أنا ما عنديش جنيات يا سيد كروكر، بس لو كان عندي هتمنى يعملوا لي دب كبير يكسر السلطانية بتاعتك. كويس إن رجلي نايمة من شهر يوليا، وإلا كانوا هيوجعوني جامد قوي. أنا مش هسيبك يا ترنر، أول ما أعمل لي رجل خشب عند النجار. عارف إيه أحلى حاجة في الفضاء؟ مفيش أستاذ كروكر، أنا في أمان تام. مفيش يا دوب غير نيازك مميتة وإشعاع شمسي مكثف. ده غير إني دلقت الشوكولاتة في جهاز دعم الحياة. مش ممكن، ده الليزر الشرير، لازم أفكر بسرعة. أخيرا يا فليبسي، قبضنا على تيمي ترنر. الموضوع كان يستاهل إني أستخبى 6 شهور في محيط الفضاء البارد.